ممكن يفرح قلب المسيح. النجاح الروحي أو النجاح في الخدمة أو المواهب الروحية قوة الله، لأن من خلال الصليب تم خلاص البشرية. جسد المسيح ودمه الأشياء التي تشتهي الملائكة أن تراها. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. هنحط عنوان للكلمة بتاع النهاردة: العذراء أيقونة المتواضعين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل التطويبات اللي جات في الكتاب المقدس عن العذراء نفسها أو عن آخرين موجودة في العذراء مريم. يعني مثلا لما نيجي نتكلم عن التطويبات اللي موجودة في الموعظة على الجبل، إنجيل متى إصحاح 5، نلقى كل التطويبات تنطبق على العذراء مريم. في إنجيل لوقا إصحاح 6 نفس الكلام، وكمان فيه أيضا تطويبات أخرى اتكتبت عن العذراء مريم أو اتقالت عن العذراء مريم. خلي بالكم، إحنا الكنيسة بتطوب العذراء مريم، وهنعرف دلوقتي ليه، والكنيسة أيضا بتعظم العذراء مريم. نعظمك يا أم النور حقيقي. الكنيسة بتمجد العذراء مريم، الكنيسة بتكرم العذراء مريم، لكن الكنيسة لا تسبح للعذراء مريم، لأن الصبح لله وحده، ولا تعبد ولا تسجد للعذراء مريم، لأن الرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. إحنا عارفين إن السجود لله والعبادة لله وحده، لكن يقولك في السجود يعني مطانية باللغة القبطية. مطانية معناها توبة أو تغيير. الإنسان بينزل يعني الأرض كده، معناه بيعلن إن هو بيتوب أو بيتغير. ومطانية معناها عبادة أو سجود، لأن التوبة عبادة. لكن في نفس الوقت ابتدى نسمع يقولك المطانية ممكن تكون مطانية احترام للأب الأسقف أو البطرك إلى آخره. زي مثلا يعقوب لما قابل عيسو، أو عيسو لما قابل يعقوب فكان بيسجد له علشان خاطر ده، كان التقليد في الوقت ده، سجود الاحترام. واحد بيصلح واحد بيتجنب غضب حد فكان يسجد له كده. لكن دلوقتي الكلام ده مش موجود. يعني يا ريت موضوع السجود والمطانيات تبقى لمين؟ لله وحده. نسجد لربنا ونعبد ربنا. نحن لنا نعبد، عشان كده تماثيل العذراء مريم دي برضو بدعة جديدة. مفيش حاجة تمثال للعذراء، لأن الوصية في العهد القديم لا تصنع لك تمثالا مما في السماء أو على الأرض. العذراء لو في السماء أو على الأرض مينفعش يبقى ليها تمثال، لكن احنا بنحط في الكنيسة بنسميها أيقونة، رسم للعذراء. ولما تكون أيقونة يعني متدشنة بالميرون، بتعلن أن العذراء حضور للعذراء في الكنيسة. طيب، العذراء أيقونة المطوبين، وإحنا قلنا العذراء الكنيسة بتطوبها، العذراء الكنيسة بتعظمها. إن كان يوحنا المعمدان السيد المسيح قال عنه أنه هو إيه؟ لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. فكان بالحري ده يوحنا ده السابق، يعني اللي هو سبق مجيء المسيح، أو السابق اللي هو عمد المسيح. فكان بالحري العذراء اللي هي ولدت المسيح الكلمة المتجسد، أيضا نعظمها. ايضا بنمجد العذراء. طب وتمجيد العذراء ده حاجه يعني صح ولا غلط؟ احنا نمجد العذراء، هل تمجيد انسان؟ طبعا احنا هي انسانه، العذراء ما نقدرش ان احنا نتكلم عنها ان هي يعني ليها اكتر من الجسد والنفس الانسانيه، ليست لها اي صبغه الهيه غير اللي اتقال علينا احنا.
اللي قاله بطرس الرسول صرنا شركاء الطبيعة الإلهية. لكن غير كده العذراء، لكن التمجيد ده يا جماعة أو المجد اللي صار للعذراء هو ما صارش للعذراء بس، ده صار لكل الكنيسة، والعذراء هي أم الكنيسة وأم المؤمنين. المسيح في صلاته الشفاعية في يوحنا 17 يقول كده للآب: والمجد الذي أعطيتني إيه؟ قد أعطيتهم. فإحنا خدنا هذا المجد، والعذراء مريم خدت طبعا المجد. عشان كده في حاجة اسمها زوكسولوجيات، زوكسولوجية يعني تمجيد. في زوكسولوجيات العذراء، وفي كمان العذراء إن هي أم الله وآية الإله سيوتوكوس. الكنيسة في حاجة اسمها تزاكيات أو سيوتوكيات خاصة بالعذراء مريم، وكل يوم من أيام الأسبوع السيوتوكية بتاعته. والسيوتوكية دي جاية نتيجة أو تحطت نتيجة إن في المجمع اللي هو كان في أفسس، وكان نسطور عمل البدعة بتاعته، وقال العذراء مش هي وهي هي أم يسوع بس، لكن ليست أم الله. فعشان كده الكنيسة وضعت هذه السيوتوكيات علشان إن الناس يعني تتأكد وهي بتصلي وهي بتسبح، موجودة كلها في التسبيحة، إن العذراء هي أم الله، لأن ده يختص بخلاصنا. لأنها لو كانت ولدت يسوع بس، ما كانش يسوع المولود اللي ولدته بطبيعة بشرية زي ما هو قال كده نسطور، ما ينفعش. وبعد يقول لك حل الروح القدس عليه في المعمودية، الكلام ده مش صح، لأن الكلمة نفسه أخذ جسد من العذراء مريم وجعله جسد خاص. فإذا الكلمة نفسه اللي هو يحوي أو يحمل الطبيعة الإلهية أخذ جسد من العذراء مريم وجعله جسده الخاص. عشان كده احنا نؤمن ان السيد المسيح له كل المجد، انه يحمل الطبيعه الالهيه الكامله والطبيعه البشريه الكامله. فاتحاد النسوت باللاهوت جعل نسوت المسيح ايضا غير محدود. عشان كده لما مات على الصليب مات عن البشريه كلها، وكل من يؤمن بهذا ينال الخلاص والحياه الابديه. عشان كده احنا في كنيستنا لما بنؤمن بشيء، نحن مش بنكرم حد او مش بنجد حد اعظم مما يستحق، ولكن ده كله عشان خلاصنا. احنا بنؤمن العذراء وآية الاله لان ده حاجه تمس خلاصنا احنا. عشان كده يا احبائي، واحنا يعني بكل بساطه، القدوس المولود منك يدعى ايه؟ ابن الله. الملاك قال لها كده، طب ام ابن الله تبقى ايه؟ أساسه قدوس. مش احنا عارفين الأب والابن والروح القدس واحد؟ واحد. الذات الإلهية واحدة، ولكن ثلاث أقانيم، وثلاث أقانيم متساويين في الجوهر وفي كل الصفات الإلهية. عشان كده حتى إليصابات لما راحت العذراء تزورها قالت لها إيه؟ من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ عشان كده يا أحبائي، زي ما قلنا احنا بنطوب العذراء مريم ونمجد العذراء مريم ونعظم العذراء مريم ونكرم العذراء مريم، لأنه مكتوب: أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون. هي يعني أي كرم يعني الحقيقة تستحق العذراء مريم، لأنها فعلا أكرمت شخص المسيح، ليس فقط لأنها ولدته بالجسد ولكنها اعتنت به. وأيضا زي ما هنشوف دلوقتي، العذراء مريم أيضا احتملت الكثير من أجل أنها تكون أم المسيح. دلوقتي احنا بنقول العذراء أيقونة المطوبين. نبص كده للتطويبات الموجودة في، أنا هقول بسرعة عشان الوقت، في الموعظة على الجبل: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم إيه؟ ملكوت السماوات. المساكين بالروح دي تشير إلى إيه؟ إيه المسكنة الروحية؟ تضع مظبوط، طبعا هنتكلم عنه بعدين. طب طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. هل كان في حزن في حياة السيدة العذراء؟ هتفتكروا مثلا لما واحدة تكون مخطوبة لرجل شيخ زي يوسف، والعذراء كانت نادرة بتوليتها،
وبعدين العذراء بطنها تكبر حتى يوسف شك فيها، أول ملك ظهر له عشان يقول لها، عشان يخليه يعرف إن فعلا اللي مولود منها ده من الروح القدس. فأحبائي العذراء مريم زي ما بنقول في صلاة الساعة 9 كده، أما العالم فيفرح بالخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه يا ابني وإلهي. فطوبى للحزانة لأنهم يتعزون. العذراء دي هي مش بس اتعزت، ولكن هي مصدر عزاء لكل حزين، وكل حزين وكل متألم حينما تشافى بالعذراء مريم أيضا العذراء مريم تعزي وتفرح قلب كل حزين. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. في زي وداعة العذراء، في زي وداعة العذراء. أنتم ما شوفوا حديثها مع الملاك اللي جاي بشرها، يعني كل اللي قالته كلمات بسيطة لكن فيها وداعة، فيها رئة. كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ إزاي ده هيحصل؟ بس كده. وبعدين في الآخر قالت إيه؟ هو زي أنا إيه؟ أمهت الرب ليكن لي كقولك. العذراء ما تعودتش إن هي تجادل وتناقش. الإنسان الوديع كلامه بسيط، زي مثلا في عرس قانا الجليل لما فرغت الخمر راحت للسيد المسيح وقالت له إيه؟ ليس لهم خمر. وبالرغم إن كان رد المسيح صعب شوية، قال لها مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد، ولكن هي ما علقتش وما كلمتش تاني معاه. قالت للخدام إيه؟ مهما قال لكم فافعلوا. وداعة، وداعة العذراء. إنسان الوديع كلامه تلقى حلو، تلقى تصرفاته يعني جميلة وبسيطة وما فيهاش لا يعني غضب ولا تعصب إلى آخره. الطوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. كانت العذراء طواقة إلى الخلاص، وكانت زي شعب إسرائيل أو الأتقياء في شعب إسرائيل بينتظروا الخلاص. عشان كده لما راحت تزور اليصابات فقالت هذه التسبحة الجميلة، تعظم إيه؟ نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم إيه؟ يشبعون. بأي شبع خدت العذراء مريم؟ ده إحنا يعني بنشبع بالمسيح. أشبع إذا استيقظت بشبهك. السلام. يعني بس لما أقوم الصبح كده وشبه المسيح بس كده إن أنا يعني أحس بيه أشبع. هي حملت المسيح في أحشائها. عشان كده ينطبق عليها أيضا طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. طيب اللي جاية بقى دي أظن أحدش يقدر يتكلم فيها، مش كده ولا إيه؟ طوبى إيه بقى؟ لأنقياء القلب لأنهم إيه؟ يعينون الله. وفي نقاوة للقلب حصل عليها أي إنسان، أي امرأة في البشرية كلها، الملاك كلها مباركة أنت في النساء، أنت مباركة أنت في النساء. مفيش يا جماعة نقاوة قلب زي العذراء. عشان كده في التسبيحة بنقول الآب تطلع من السماء فلم يجد إيه؟ من يشبهك، وأرسل ابنه وحيد وأتى إيه؟ وتجسد منك. عشان كده العذراء نقية القلب، ودي حاجة مش محتاجة إن إحنا، عشان كده مش بس طوبى لأنقياء قلب لأنهم يعينون الله، لا دي هي حملت الله الكلمة في أحشائها. ومش عينت الله بس المدة مثلا يوم ولا اتنين، لا ده المسيح قاعد معها كم سنة؟ 33 سنة وشوية. عشان كده أحبائي يا ريت إن إحنا، أنا بكلم ده عشان خاطر إحنا كمان، يعني إحنا ننال هذه التطويبات أيضا يا جماعة. يا ريت أفحص قلبي النهاردة وأشوف أنا قلبي نقي ولا لأ. ما بشوفش ربنا ليه؟ لأن قلبي مش نقي. المهم خلينا الكلام ده بعدين. طوبى لصنيع السلام
ولدت ملك السلام ورئيس السلام طوبى المطرودين من أجل البر، اتطردت وسافرت مصر، وبعدين ارجعي من مصر، وبعدين روح الناصرة، وبعدين روح الجليل، وبعدين روح اورشليم، بعد كفر نحوم، إلى إيه ده كله؟ طوبى للمطرودين من أجل البر، لأنهم إيه؟ لهم ملكوت السماوات. النهاردة أنا عايز أركز في 2 التطويبات بس، لأنه لو هتكلم في ده كله عايزين 2-3 ساعات، وأنا عارف لو كنتم مستعجلين مش كده؟ 2-3 ساعات كتير، خلونا حاجة بسيطة. 2 بس. أول طوبة للعذراء مريم إنها آمنت بكلام الملاك. إليصابات قالت لها إيه؟ قالت لها لما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها. عشان تعرفوا الكلام اللي اتقال واللي هنقوله دلوقتي مش من فم العذراء، من فم الروح القدس. وامتلأت إليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ وبعد شوية تقول لها: فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب، مش من قبل الملاك جاي بشرها، لا، أن يتم لها ما قيل من الرب. طوبى للتي آمنت. عايز أقول حاجة يا جماعة، العذراء مريم إيمانها كان واضح في تسليمها الكامل لمشيئة الله في كل حياتها. تحبل وتظهر عليها أعراض الحمل، يوسف يشك فيها، وطبعا انتوا عارفين عقوبة لو واحدة، يعني لو يوسف ده قال دي مش دي، يعني انا لأنها كانت نادرة بتوليتها، ويوسف كان عارف كده كويس ان هي العلاقة بس كان لازم تطلع من الهيكل يكون في حد يعني هو المسؤول عنها، عشان كده اتخطبت ليوسف، ويوسف عارف ان هي كانت نادرة بتوليتها، فهي انها يعني سلمت مشيئتها بالكامل بالكامل. رب عايزنا اتفضح؟ مستعد اتفضح. عايزنا رب ان انا اترجم؟ ممكن ده العقوبة الخاطئة في حسب العهد القديم انها ترجم، لكن دي مشيئة ربنا. لا تخاف يا مريم، خلاص مش هخاف، انت وجدت النعمة عند الله، ما تخافيش، خلاص ما خافش. شوفوا يا جماعة، الإيمان يخلي الإنسان ما يخافش، لا يخاف لا من الحاضر ولا من المستقبل. أنا حياتي كلها في إيد ربنا، عشان كده اللي ربنا عايز يعمله فيا أو بيا أنا مستعد، مستعد يا رب، يعني اللي أنت عايزه يا رب. عايز تديني صحة اديني، عايز تديني مرض اديني، عايز تديني غنى اديني، عايز تخليني عايش فقير أنا مستعد، أنا مستعد. لأن ساعات ربنا بيدينا حاجات معينة لأن الحاجة دي هي اللي تنفعك لخلاص نفسك لأبديتك. في مرة أحد الأباء، مش إنسان عادي، أنا بشكر ربنا إن أنا فقير، أنا لو كان معايا فلوس مكنتش أعرف إن أنا حبقى أعمل إيه. في صدقوني خلاص الأغنياء أصعب كتير من خلاص الفقراء، عشان كده أنا بشكر، أو كل إنسان يقول بشكرك يا رب على اللي أنا فيه، لأنه الله قادر أيضا أن يخلص الأغنياء ويخلص الفقير ويخلص كل أحد. بس هو إدالك إيه؟ إدالك ذكاء، إدالك أي شيء تاني، إدالك مشكلة كبيرة، إدالك حاجة معينة، لازم تثق إن ربنا من خلال التجربة اللي أنت فيها دي هو هيخلصك منها لو آمنت ووثقت إن هو كل الأشياء بتعمل معا بالخير الذين يحبون الله، الذين مدعوون حسب قصده. عشان كده أحبائي، مش العذراء بس اللي هي مطوبة من أجل إيمانها، ولكن توما لما شك
في قيامة السيد المسيح ولازم أحط صباعي ولازم أن أنا أشوف المكان المسمار وأحط صباعي في جنب المسيح مكان الحربة. لما ظهر المسيح لتلاميذه كان معهم توبة، قال له تعالى يا توبة هات صباعك. سيد المسيح قال آية حلوة خالص، لأنك رأيتني يا توبة أمنت توبة الذين آمنوا ولم يره. ده كلام دليل احنا بقى، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. هل لازم انك انت المسيح يظهر لك عشان تؤمن؟ طبعا احنا بنسمع قصص كتير المسيح بيظهر لناس وغير مسيحيين. طب رب ما بتظهرش ليا ليه؟ والعذراء بتظهر لناس وقديسين بيظهروا. طوبى للذين آمنوا. ربنا عايز يديك طوبى. عارف طوبى يعني ايه؟ يعني هناك يا سعادتك. الطوبة معناها انك انت يعني انسان محظوظ. بلاش كلمة محظوظ دي لانها متمشيش معانا، لا انت انسان ربنا عايز يهنيك عايز يسعدك. طوبة للذين امنوا ولم يروا. انا ما شفتش زي ما الناس اللي بتشوف، لكن انا اؤمن ان المسيح مات على الصليب علشان يفديني ويخلصني من الموت ولكن الابدي، وقام الأموات عشان يقيمني معاه لحياة جديدة. عشان كده أحبائي مهم قوي موضوع الإيمان. طوبى للتي آمنت. وعايز أقول حاجة، برهان الإيمان هو الطاعة. برهان الإيمان هو الطاعة. إبراهيم لما دعي أطاع. ربنا قال له أخرج من بلدك ومن عشيرتك ومن أهلك وتعالى هوديك بلد تانية خالص. إبراهيم لما دعي أطاع. طيب ده أصعب من كده، قال له اسحق ابنك اللي بتحبه تقدمه ذبيحة ليه. إبراهيم طاع أطاع. خلي بالكم أحبائي، برهان الإيمان هو الطاعة. طاعة صوت ربنا، طاعة الوصية. أطيع ربنا معناها إن أنا إنسان مؤمن. إنما لو ربنا بيكلمني على حاجة معينة وأنا مش عايز أطيع، ده معناه إن إيماني ضعيف أو ما عنديش إيمان. خلي بالكو، لأن بولس الرسول قال كلام لازم ناخد بالنا منه قوي في رومية 6 من أول عدد 16، بيقول أنتم عبيد للذين تطيعونه، إما للخطية للموت أو للطاعة للبر. يا إما تكون عبد الخطية والخطية أجرتها موت، أو لطاعة المسيح عشان تنال البر والحياة الأبدية. بعدين يقول لهم فشكرا لله أنكم كنتم عبيدا للخطية، فعل ماضي، كنتم عبيدا للخطية، ولكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها، وإذ أعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. يا ترى أنا فين من الآية دي؟ بيقول لهم كده كنت عبيد للخطية، لكن لما وصلت لكم الرسالة وفيها الوصايا الإلهية أنتم أطعتوا من القلب، وبعد ما كنت عبيد للخطية بقيت عبيد للبر. عبيد للبر يعني تصنعوا البر، عايشين حياة البر. عشان كده أحبائي ياريت ده طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل رب. آمنت، آمنت العذراء. وياريت أن احنا يكون لنا هذا الإيمان. الحاجة الثانية اللي أنا قلتها حاجتين بس أخذهم النهاردة، أيضا العذراء مريم طوبت من أجل اتضاعها، طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. عشان كده عايز أقول لكم بالرغم من الكلام اللي سمعته، ما احنا ساعات بنسمع كلام من الناس ينفخنا قوي ويخلينا نبقى يعني مش طايقين نفسنا حتى، يعني الواحد بيبقى يعني ايه ده. العذراء اتقال لها في ساعات قليلة، الممتلئة نعمة، وجدت نعمة عند الله، تلدين ابنا يكون عظيما، ابن العلي يدعى، يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب للأبد ولا يكون لملكه نهاية. وبعدين الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، القدوس المولود منك يدعى ابن الله. سمعت الكلام ده كله
ولكن في نفس الوقت لما عرفت ان اليصابات نسبتها حبلى في شيخوختها، يقول لك انها اسرعت مريم وراحت علشان ايه؟ تخدم اليصابات. كان فاضل لها 3 شهور وتولد، قعدت 3 شهور معاها تخدمها. حد منا يسمع الكلام ده ويروح يخدم حد؟ ايه ده؟ ده انا يعني ولا حتى اي كلمه من دول تنفع معانا. لكن الروح القدس يحل عليك عشان تبقي ام ابن الله، وبعدين تروحي تخدمي، ايه الاتضاع ده؟ وبعدين في التسبيحه بتاعتها مفيش حد ابدا بيقولها نفسه متواضع، ولكن ده الروح القدس نطق على فمها. لما راحت للعصابات وقالت التسبيحه بتاعتها المشهوره: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لانه نظر الى اتضاع امته. نظر الى اتضاع امته، وحد بيقول على نفسه ان هو متواضع؟ ده قمه الكبرياء. لكن ده الروح القدس، الروح القدس اتكلم على فمها. نظر الى اتضاع امته، فهوذا منذ الان جميع الاجيال تطوبني. وحد بيقول كده ان الاجيال تطوبني، ولكن الروح القدس يتكلم. عشان كده احنا بنطوب العذراء مريم، لان الروح القدس هو اللي اتكلم على فم اليصابات ان العذراء مطوبه، واتكلم على فم العذراء مريم ايضا انها ايه؟ انها مطوبه. عشان كده يا احبائي عايز اقول حاجه، يقول كده: إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمرتعد من كلامي. مسكين بالروح. صدقوني عايز أقول إن الإنسان لو ابتدى بالاتضاع هيتفتح له كل الأبواب. أنا عايز أقول الباب الرئيسي للملكوت هو الاتضاع. عشان كده بولس الرسول بيقول للناس بتوع أهل فيلبي: خلي بالكوا، خلي عندكم الفكر ده، فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معاديا لله. يعني هو أيقونة الله، لكن هو يعني مساواته لله ليست اختلاسا، لكن دي حقيقة، لكنه أخلى نفسه. منين؟ من مجد الإلهة. طب أنا لو هتضع أخلى نفسي منين؟ ده أنا تراب. هو أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. احنا قلنا الطاعة إن كانت هي برهان للإيمان وهو برهان للتواضع. الإنسان المتواضع يقول حاضر حاضر، اعمل كده، حاضر حاضر هعمل. عشان كده يا احبائي احنا النهارده عايزين ناخد الحاجتين دول من العذراء. العذراء ايقونه التطويبات، لكن عايزين طوبى التي امنت ونظر الى اتضاع امته. خلينا ناخد الاثنين دول، الايمان نسلم حياتنا بالكامل لربنا، ما نتضايقش ان كان ربنا بيسمح لنا بتجارب والام صعبه جدا جدا. يا ريت ان احنا نحتمل، لان دي مشيئه ربنا عشان خلاص نفسك. الحاجه الثانيه الاتضاع، خلي ان انا باستمرار احسب نفسي ان انا اخر الكل. خليني بدل ما الوم الناس على اي خطا ارجع بالملامه على نفسي في كل شيء. الانسان المتواضع يحسب نفسه انه اخر الكل، ما يختارش المتكئ الأخير الأول، يحط نفسه المتكئ الأخير. الإنسان المتواضع، خلي بالكم على فكرة عشان موضوع، أنا أختم الحتة دي بسرعة، يعني أن التواضع ده نعمة. التواضع هي هبة أو نعمة فضيلة من ربنا، لكن الإنسان لازم يسعى إليها. لكن هي لا يمكن إنسان أن يكون متواضع 100%، صعب قوي. الذات أكبر عدو بيحارب الإنسان. عشان كده لازم الإنسان يعني يدوق يعني إيه؟ يعني يميت ذاته. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا الذات، بل المسيح يحيا إيه؟ فيا.
الإيمان والإيه؟ والطاعة ولا التواضع؟ الإيمان والتواضع. بس الإيمان الطاعة زي ما قلنا برهان للإيمان، والتواضع عايز أقول نحط له حاجة واحدة كده، إنسان متواضع. عايز أقول حاجة، المسيح لما تكلم عنه في سفر أشعياء لكان إيه؟ لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، سم متواضع، مفيش لغضب ولا نرفزة ولا بيصر على كرامته ولا حاجة زي كده. يا ريت نتعلم إزاي إن إحنا نقتني التواضع، لأن ده باب ملوكي لملكوت السماوات. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى بدء.